الاجتماع رح يكون عندك بكرة بالبيت الساعة 6 عشية، وليندا رح تجي تقعد هون بالمحل. اوكي. تلفنتي للزلمة؟ لا أبعد. ليه مصرة على الزلمة؟ ناقصك مصاري؟ لا لا لا، ما تشغلي بالك، ما في شيء مهم. شو بك يا جرازيلا؟ ليكي ما تشغلي لي بالي، بعد في انت الطبيعية الوحيدة من كل اللي حوالي. ما تخافي، بعدني طبيعية. جربت لوبي. شو كان اسم دخلك؟ على خطيبتي كارمن. اهلا، تشرفنا معرفتك. كنت رايح شق على بودي، قال لي البوس انه ضايق بالليل، نقلته لهون. اصرت تجي تتعرف عليه قد ما حكيت لها عنه. كلك ذوق لمازل. باذن موجوع؟ كثير. جبت لك هيدي، يمكن تنسيك وجعك. أنا بس كون موجوعة هيدي بتساعدني. شو هيدي؟ هيدي طابة. بالليل بالعتم إذا كنت موجوعة ما عم تقدر تنام، بندورها بتصير بتعطي الموسيقى. بترسم صور حلوة على الحيطان وعلى السقف. غمض عينيك واسمع. صحيح انه هيدي العملية تنفيذها رح يكون بعد شهر، بس التحضير لإلها رح يبلش من اليوم. كلنا بدنا نكون جاهزين 100%، كلنا بدنا نكون كتومين 100%. هيدا الشغل رح يكون على السكت وبصمت. ممكن تخبرنا التفاصيل كلها بعد ما فهمنا شيء؟ ايوه، ما رح تفهم شيء. كل يلي رح تعملوه انه تكونوا جاهزين لتنفذوا يلي بده ينطلب منكم، وبس لتخلص القصة كل واحد بياخد اتعابه وزيادة. خلصت جوجي؟ تفضلي. تعودتوا دايما تسمعوني عم قلكن ما تخافوا، انا بحميكن بكل سهرة خاصة، بكل دعوة مع زبون، بكل تفصيل كنت دايما قلكن ما تخافوا. بس هالمرة رح غير العادة وقلكن ضروري تخافوا وتاخدوا احتياطاتكن كمان. الخطة وتنفيذها رح يكونوا خطرين وصعبين. طب ما فهمت، ليش عم نفوت بالخطر؟ كل عمرك مدام كارمن بتكره الخطر. لأنه هالمرة الخطر رح يأمننا مبلغ ما كنا نحلم فيه. ممكن نعرف قديش؟ بس لتخلص القصة بتعرفوا قديه؟ $50,000 لكل واحد منكن. مبلغ بيحرس؟ أكيد بيحرس. أكيد. البنات مهمتكن بقلب البيت وبالسهرة، الشباب كمان مهمتكن بقلب البيت وبالسهرة، وتأمين البضاعة والحراسة لقبل الحدود. من هونيك وبالرايح صارت مهمتنا أنا وجوجي. كفي جوجي. الكينج هو الشخص يلي رح يشرفنا بالسهرة، والكينج هو الشخص المطلوب. في 3 من حراس الكينج أو من حشيته رح يكونوا معه، كمان هم مطلوبين.